النهارده مثلا كان اطول يوم في حياتي. في ايه يا فرح؟ مفيش، بس احنا اتفقنا انك تقفل موبايلك يا شادي. انا اسف جدا، في مكالمتين مهمين لازم اعملهم عشان الشغل. بصراحه يا شادي انا متضايقه جدا، زي ما قلت لك قبل كده انا طول الوقت مشغول وماسك موبايلك. مشغول في ايه؟ انا بشتغل عشان الاوتيل يفضل شغال، عشانك وعشان خاطر البيبي. ده بالظبط اللي باباك كان بيعمله طول الوقت، كان مشغول وسايبك، وما عنديش اي استعداد يا شادي ان انا المولد الاقيك مشغول عن البيبي. اوكي فرح، انا مش زي بابا. عارفه ومش عايزاك تبقى زيه، بس مش طريقه يا شادي طول الوقت ماسك موبايلك، يا بتكلم حد يا بتبعت رساله، مش عارفه اتكلم معاك كلمتين على بعض. ايه انت بتبص في شاشه موبايلك اكتر ما بتبص في وشي؟ بشتغل يعني اعمل لك ايه؟ انا مش عارف اعمل لك ايه. ما تعملش حاجه يا شادي، ما تعملش اي حاجه خالص. دلال قررت تقعد لوحدها شويه وتفضي دماغها من كل حاجه وبالذات ماجد. دلال ازيك؟ اهلا يا كريم، ازيك؟ اسمحي اتفضل. غريبه يعني اول مره اشوفك هنا. ما هو فعلا انا اول مره اجي هنا، او اصل انا وماجد احتمال يعني ننقل قريب من هنا. اوكي، طب وانت قاعده لوحدك ليه؟ هو فين؟ انت كبرتي وهتبقي جده، وماجد يستاهل واحده اصغر منك. انت عارف لو انا مكان ماجد ما كنتش قادر اتكلم معاك كده ابدا. دلال انت لو مراتي انا يمكن اخلي حاجه في الدنيا دي كلها تضايقك. بس انا لازم اروح دلوقتي، لازم اروح دلوقتي حالا. وانت عامله ايه بقى مع شادي؟ مش احسن حاجه يا مجد. ليه بس؟ عشان بالعقل كده شادي مش هيتغير، وانا هفضل لوحدي مع البيبي وهو هيفضل مشغول، ولما اتكلم معاه هيتضايق. لا بيقول لك ايه يعني؟ بيقول لي انا جنبك ما تقلقيش. بصي احنا مش قلنا ان في حاجات ما ينفعش نشغل مخنا بيها عشان بنحبها من قلبنا؟ صح. انت واثقه ان شادي هينفذ وعده ليكي ولا لا؟ انا بحاول اصدقه عشان انا بحبه. خلاص يبقى صدقيه، ما دام بتحبيه صدقيه، لانك لو ما كنتيش بتحبيه ما كناش هنبقى قاعدين القعده دي وبنتكلم كده، كان زمانك سبتيه. صح صح. ايه يا بنات قاعدين بتناموا في ايه؟ مفيش، كنت بحكي لمجدة ان انا وشادي مش مبسوطين مع بعض، وعارفة ان انا لو قلتلك كده هتقوليلي ما انا كنت شايفة كده من الاول. لكن دلال كان عندها رد تاني. انا شايفة ان انتي ما تفكريش في الموضوع خالص، عشان انتي لما فكرتي في موضوعك انتي وطارق شفتي ايه اللي حصل. لا انا ما سبتش طارق عشان كنت بفكر كتير، انا سبت طارق لما اكتشفت اني بحب شادي. خلاص يبقى اللي حصل حصل، تركزي مع شادي وتحاولوا مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما توصلوا لحل. شادي أنا سمعت اللي حصل لكمال، البقية في حياتك يا شادي. حياتك الباقية. باباك كان بيحبك قوي على فكرة. يعني بس كان دايما في بيننا اختلافات على كل حاجة. بس هو كان فخور قوي بيك، كان دايما لما بيكلمني بيحكي لي عنك كتير. وانتوا كنتوا بتتكلموا؟ أيوة. يعني انتوا طول السنين دي كنتوا بتتكلموا وانتي ما كنتيش بتكلميني او بتسألي عليا؟ ما كانش ينفع يا شادي، خليني افهمك. من ساعة ما اتجوزت انا وكمال ما كناش ننفع مع بعض، ما كناش مبسوطين، بس كملنا علشانك، ولما بقى عمرك 6 سنين اتطلقنا. عشان انا خنته، كنت في أضعف حالاتي، أضعف وأسوأ حالاتي، وبعدين سبت الغردقة كلها ومشيت. طب ما حاولتيش تاخديني معاكي؟ يعني أكيد أكيد حاولتي مش كده؟ كمال
كمال اداني مبلغ كبير قوي عشان ابعد وما اظهرش تاني في حياتك. هو كان شايف انه كده بيحميك مني. وانتي وافقتي بسهوله دي؟ غصب عني يا شادي، كنت محتاجه الفلوس دي قوي. وبعدين اتجوزت تاني وخلفت واتشغلت بحياتي الجديده. كان غصب عنك؟ اخدت فلوس وبعدتي عني غصب عنك؟ انا عشت طول عمري فاكر ان انا لما اقابل امي هتبقى عايزه تشوفني. عشت طول عمري عايز اشوفك، لكن انا دلوقتي قدامي واحده كل اللي بتفكر فيه كان الفلوس. يا ريتني ما كنت قابلت كمان. احنا محتاجين نتكلم. انا عارف كل اللي انت عايزه تقوليه. انت متضايقه قوي ومجروحه قوي. بصراحه عندك حق قوي، بس انا خلاص رجعت ماما للقاهرة. بجد؟ أنا مش هسمح لحد مرة تانية إنه يضايق الإنسانة اللي أنا بحبها. بجد يا ماجد بتحبني؟ بجد يا ديدا بحبك، بحبك قوي كمان. طب والكلام اللي مامتك قالته؟ اللي هو إن أنا أستحق واحد أصغر منك؟ أصغر وأحلى وأحسن وكده يعني. بس هو بغض النظر عن إنه ده حقيقي، بنات صغيرين بيحبوني، بس المهم أنا بحب مين؟ أنا بحبك أنتي. بعدين يا ديدا ما تنسيش إنه أي واحدة هتعيش معايا مع ماجد الألفي هتفضل شابة على طول، ما تخافيش. صدقيني أنا مش محتاج غيرك أنتي. والسؤال هنا، يا ترى دلال هتقول له على اللي حصل مع كريم من شويه؟ يا حبيبي يا ماجد، الاجابه لا. قولي انك وصلت لحاجه. المفروض هقابل فارس دلوقتي. ماشي يا نديم، انا بعت الحاجه لضياء بيه وهو لما يوصل لحاجه هيقول لي. حاضر، يلا مع السلامه. طارق انت لسه هنا؟ عندي شويه شغل. اوكي. فرح قولي له على موضوع داليا. إيه طارق، فاكر لما انت قلت لي على موضوع داليا خطيبتك القديمه لما انت كنت رايح تقابلها في ال... مش فاهمه كان يوم حلو ازاي يا فرح. كانت حاجه غريبه جدا ان انا وهي نتقابل بعد الوقت ده كله يعني نقضي وقت لطيف كده. طب خلاص بقى ما تقوليش حاجه. طب حلو جدا، ده خبر جميل. تخيل انا اصلا مش فاكر نسبتها لي. والله؟ والله. ده يعني ربنا معاك وربنا يوفقكوا. ميرسي يا فرح. باي باي بقى. باي باي. هتعشينا فين؟ تخليها مفاجأة. فارس انت سايق بسرعة كده ليه؟ فارس ايه بقى نديم، خلاص كفاية استهبال. انا عارف انك عارفة ان انا مش فارس يا حبيبتي. اوبا، اللعب كده بقى على المكشوف. ممكن اعرف ما بتردش عليا ليه؟ عشان عارف ان مامته سابته عشان الفلوس. اني مش عايز اتكلم مع حد، مش عايز لوم، مش عايز خناق. وانا مش هتخانق، انا جاي عشان اقولك ان انا مصدقاك وعارفه ان انت هتبقى جنبي انا والبيبي، وان انت عمرك ما هتبقى زي باباك. طب ومين عارف، ما يمكن ابقى زيه فعلا. وبعدين هو بابا ماله؟ كان مشغول يعني، ايه المشكله؟ ما كانش في حاجة بحلم بيها، ما كانش بيعملها لي، عمره ما حسسنا إن إحنا محتاجين حاجة. أنا فاهمة يا شادي، أنا فاهمة، مش قصدي حاجة. كل الموضوع إن أنا قصدي تقضي وقت مع البيبي. فرح، أنت كان عندك حق. إحنا فعلاً مختلفين عن بعض.
انت جايه من عالم وانا جاي من عالم تاني خالص، وانا مش عايز اي حاجه غير ان انا اكون ناجح زي ما بابا كان عايزني بالظبط، وهو عمل كل ده عشانها. انا عايز اشتغل ليل ونهار عشان ابني يعيش في احسن مستوى ممكن. واضح ان ده مش مريحك، وانا بحبطك طول الوقت. ده مش حقيقي خالص يا شادي، مش حقيقي. لا ده حقيقي. ليه؟ انا كل اللي طلبته منك ان احنا نقضي وقت مع بعض، نوفر وقت لنفسنا ولحياتنا. فرحة، واضح ان احنا مش هنتفق. يعني ايه مش هنتفق دي؟ يعني احنا بنعافر ان احنا نبقى مع بعض، بس هو مش هينفع. شادي انت عايز تسيبني؟ انا اسف يا فرح، بس احنا مش هينفع نكمل مع بعض. انت طالب.